الحمد لله رب العالمين الذي هدانا هذه الحجر المبارك ان شاء الله، ونتمنى لكل مؤمن يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وتحية الجزائر، وبارك الله فيكم ان شاء الله، والمعاملات ربي يبارك الناس كل ان شاء الله، ربي يخليكم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين اللي ربي وفقنا ورب ان شاء الله يوصلنا لها سالمين ورجعنا سالمين، وان شاء الله نطلبوا أمة محمد كل، خاصة الجزائر كل وشبابها، ان شاء الله ربي يحمي الشباب.